أثار قرار إزالة ديوانية الصيادين في منطقة السالمية من قبل البلدية موجة احتجاجات من قبل صيادي وهواة صيد الأسماك الذين ناشدوا المسؤولين وقف قرار الإزالة حفاظاً على تجمعهم التراثي والذي يمتد لأكثر من 40 عاماً في هذا الموقع حتى إيجاد البديل. إحنا ما حد يصرف علينا ولا دينار للدولة، دينار ما تعطينا. بعد تشيلنا احنا عندنا 500 فوق 500 طراد مشتركين غير الاعضاء العاديين. 500 طراد هذه تصور لما انت بتسحبها بالشوارع شلون توقفها عند بيبان البيوت، ما حد عنده الان بيت يدش طراد داخل ولا شيء. هذه الديوانيه احنا عرفناها احنا صغار تربينا عليها ابائنا واجدادنا، ني في يوم من الايام يعطونا قرار ان نطلع من الديوانيه وفي قرار ازاله. بالله عليكم يا جماعه شفتوا هذول الناس كلها اللي حاضره اليوم ايش حقه جايه عشان حاسه بظلم بهالشيء هذا. قرار جائر صراحه. ديوانيه يعني فيها كويتيين تجمعنا احنا ككويتيين فيها، وين نروح؟